من جديد مريم برحب بيكي وبرحب بضيوف الكرام وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدين قناة النادي الأهلي في كل مكان. معايا دلوقتي طبعا كابتن طارق خيري المدير الفني لفريق سلة سيدات. برحب بحضرتك على شاشة قناة الأهلي في البداية، بقول لك ألف مبروك، أداء قوي وممتع كمان كالعادة يا كابتن. خليني أكلمك طبعا على مباراة النهاردة جيم 2 أمام هليوبلس، ونتكلم كمان على المباراة يعني الفاينل إن شاء الله. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنتم منورينا، شكرا لتعبكم معانا. هليوبلس احنا لعبناهم كتير قوي السنه دي، مش عايز اقول احنا الحمد لله احنا في جاب كبير بيننا وبينهم. الماتش الاولاني كان مرتاح، وحتى بدايه الكوارتر الاولاني النهارده كان فوكس جامد جدا وكان سكور عالي. انا حبيت اريح كل الناس او اعمل تشكيلات، انا مش عايز حد يجهد لان انا مش مدي اجازه طويله، يعني انا هدي يوم واحد وهبدا امرن تاني. والطبيعي ان بعد الكاس يحصل داون للفرقه على الاقل بدنيا، او زي ما انت بتوصلي للتوب فورم او 70 80% من طول لازم يبقى في داون. احنا ما لحقناش، احنا خدنا اجازه وبعدين جينا على هنا تمرين وماتشين. بنجرب ولاد الصغيرين كتير، معايا ثلاثه كنت عايز اجيب كمان اكتر من كده، ان احنا فرصه حتى نبص على الاولاد. بشكرهم ان هم فوكس، لان دايما بعد اي فرحه او بعد مكسب بتلاقي الموضوع الدنيا زي ما بقول مريحه، او الدنيا مفيش طف مفيش بتاع. بشكرهم على التركيز والمجهود والتعامل والود اللي ما بينهم والحب وحاجات كتير كويسه، والحمد لله عدوا بدون اصابات، ودي بتقلقني لان انا اوريدي عندي السلعاوي من قبل ماتش سبورتنج كان الصابع الكبير بتاعها اليمين كمان اتنقل واترد، ففي مشكله في العظم، ففضلت اريحها. فالحمد لله الدنيا تمام. كابتن طارق، يمكن النهارده كمان من مباراه الجزيره وسبورتنج هي دي اللي هنلعبهم ان شاء الله في الفاينل، يعني بنسبه كبيره ان شاء الله هنلعب سبورتنج. هنحضر ازاي او هتحضروا ازاي للمباراه دي؟ هو جيم في الملعب، بس سبورتنج كاوراقه اعلى ما فيهاش كلام. هناك كان برضو في نقص، رضوى سلام بتلعب وهي مصابه، المحترفه وهي مصابه، فبنسبه كبيره سبورتنج. لا مستعد لسبورتنج ازاي؟ انا اصلا ما بشتغلش غير على سبورتنج، يعني انا حتى وانا بلعب هليوبلس انا الميتنج فيديو سبورتنج مستيك بتاع اخطاء الماتشات اللي قبلها، هنا ما لعبتش اجريسيف، هنا عملت باد هيلب، هنا ما عملتش بوكس اوت، حاجات كلها هجوميه ودفاعيه. فانا عايش تقريبا، احنا من اول سنه عارفين ان احنا بعد التدعيمات بتاعه سبورتنج في البوزيشن اللي عندهم فيه نقص، يعني ان احنا عارفين احنا 90% من الفاينالات بيننا وبينهم، الفرقه هتحاول انما ممكن ما تقدرش تكمل الجيم للاخر. فاحنا عاملين معايشه مع سبورتنج في التمرين، فلان وفلان بدون ذكر اسماء، الاسماء اللي احنا بنلعب ضدها جوه التمرين، بنعمل دريلات ازاي نقف، ميتنج فيديو المشاكل والمميزات بتاعتهم. فاحنا تقريبا عايشين احنا والفرقه معاهم، فبس فالتوفيق بقى بتاع ربنا مش بتاعتنا يعني. ان شاء الله كل التوفيق اكيد للنادي الاهلي. كابتن طارق بشكرك طبعا ونورت شاشه قناه الاهلي، شكرا، كل التوفيق ليكم. مريم، ده اكيد كان لقاء هام جدا مع كابتن طارق خيري المدير الفني لفريق سله سيدات، بشكرك وعوده ليكي مره ثانيه.